متابعينا الكرام، يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير وعيد فطر مبارك إن شاء الله. بمناسبة العيد السعيد هذا حبينا نبشركم بخبر جميل، ألا وهو أنه بيرسونا 5 حتنزل أو صار لها بالفعل إصدار خاص على أجهزة الجوال وبشكل مجاني بالكامل. طبعا الإصدار نازل الآن بالسوق الصيني بشكل حصري على متاجر جوجل الصينية، جوجل بلاي الصينية، ولكن بإذن الله لاحقا في 2023 السنة الحالية راح ينزل الإصدار بشكل عالمي worldwide. طبعا يمكن لاحظتوا أنه كثير صار في الفترة الأخيرة إصدارات حصرية تنزل على السوق الصيني، وأعتقد من وجهة نظر الخاصة تفسير هذه الظاهرة أنه في الفترة الأخيرة طبعا تعرفوا تضخم العالمي وصل تقريبا لمستويات عالية تجاوز 40% تقريبا، وفي الوقت اللي دول العالم الأول بتعاني فيه من بطالة وتسريح موظفين، الصين أو الاقتصاد الصيني قاعد يحقق نمو اقتصادي بمعدل تقريبا 7% كمتوسط، فهذا السبب يعني. فدائما في الأزمات الاقتصادية أسواق كثيرة بتضرب، وعلى رأسها طبعا سوق الترفيه وألعاب الفيديو، بعكس طبعا ما هو موجود في الصاروخ الصيني أو في دولة الصين. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا، مؤخرا معظم مطورين ألعاب الجوال معظمهم رواد أعمال صينيين، فهذا الشيء أعتقد من وجهة نظري بيفسر أنه الألعاب صارت تنزل بشكل حصري ابتداء بالصين، بعكس ما متعودين عليه كنا زمان أنها تنزل في الأسواق اليابانية والأمريكية. المهم السلسلة يعني أشهر من نار على علم، وخصوصا الجزء الخامس آخر إصدارات اللعبة حقق نجاحات عالية جدا. في 2017 اللعبة أخذت جائزة أفضل ثالث لعبة، لسوء حظها نزلت في السنة اللي نزل فيها جهاز النينتندو سويتش، فكان المركز الأول من نصيب زيلدا بريث أوف ذا وايلد، والمركز الثاني من نصيب سوبر ماريو أوديسي، وهي المركز الثالث. أعتقد لو نزلت في غير سنة كان ممكن أخذت المركز الأول. فبعد ما حققت النجاح المبهر هذا، شركة سيجا الشركة المالكة لاستوديوهات أطلس المطورة للعبة قررت أنها تبدأ تحلب اللعبة بشكل جدي. فبعد هيك نزلت لنا لعبة تقريبا بعدها بسنتين ثلاثة مش فاكر بالضبط، بيرسونا سترايكر، أيوة على نينتندو سويتش، نزلت إصدار حصري نينتندو بيرسونا سترايكر على نينتندو سويتش، وبعد هيك وورلد وايد. أيضا نزلت لنا بيرسونا 5 رويال، والآن نزلت لنا لعبة بيرسونا 5 فانتوم إكس اللي هي راح نستعرضها اليوم إن شاء الله على أجهزة الجوال. اللعبة حتكون مجانية بشكل عام، وطبعا اللعبة هي من فئة الجي آر بي جي بامتياز. ما طول عليكم، راح أترككم الآن تستمتعوا مع تريلر اللعبة مع جيم بلاي قصير، فهيا بنا. ようこそ。君が見ているこの光景のことはベルベットルームと呼んでくれたまえ。先を急ぐぞ。最優先は脱出だ。さすがにやばいかな。平気、まだ行けます。君に聞きたいことあるんだけど、昨日どうやって渋谷まで行ったの？どうしたの？急にぼーっとして。進路のところはチェックつけてないけど。みんなも浮かれて標的にならないでね。ただでさえ枯渇の制服って街中で目立つから。それにしてもお前からこれまでよりも強い欲望を感じた気がする。わしはそれに期待している。今です。ナイス。次もこの調子で。君に不思議なことが起きてるのってこのフクロウの影響。フクロウではない。わしはルフェルだ。今の窮地は
自分自身の歪んだ欲望に突き動かされ正常ではなくなっているのだ。メメントスは人間の抑圧された欲望のルツ、心の声といった方が分かりやすいか。死ぬかと思った。忠告しよう、お前の敗北を赤く彩ってやる。間違いない、この先が木内のパレスのようだ。慌てないで、別のルートにするか。シャドウ来てる。その手腕は称賛に値する。なんでって言われてもね。やりたいからとしか言いようないけどな。魅力は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。痛みを伴わない無欲と決別するというのだな。よもや今日という日を迎えられようかな。我らなら全てを奪ってくれる。これが本当の全員野球。今日も全力で行くぞ。これで終わらせる。よし、頼まれた。まだゲームセットには早いぜ。取れることなら取ってみろ。ペルソナ。まさに嬉しい誤算だよ。かような世界でワンダー以外に選択できる人間に巡り会えるとは、わしの目的も。وبهيك أعزائي بنكون وصلنا نهاية الفيديو. بنحب نذكركم تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد، وبنوعدكم إن شاء الله إنه إحنا ما زلنا مستمرين في تقديم السلاسل المميزة على قناتنا، زي سلسلة ألعاب الجوال البطلة، وسلسلة استكشافات، وسلسلة توب فايف، وسلسلة إيزي توك شو. أيضا بالنسبة للتختيم بنحاول إن شاء الله إنه نبدأ نختم أكثر من لعبة، فممكن نبدأ نختم لعبتين، فحيكون عندنا فيديوهين بشكل أسبوع إن شاء الله. خبر أصدقائك واعملوا شير للقناة، وإلى اللقاء.